شنو نقول لك اخويا؟ السلام عليكم. يعني كان جميع الظروف كانت اليوم مواتيه، جمهور حج لبى النداء، شفنا الملعب كانت واحد الاحتفاليه، الساكنه دفاس مشكوره انها جات دعم الفريق، بقينا وراه في جميع الماتشات. كنا كنقولوا اليوم تكون هي الانطلاقه ضد منافس مباشر، شفنا مهزله في الملعب جميع اللاعبين، مسؤوليه كيتحملها الجميع، مكتب مسير، مدرب، لاعبين وجمهور. ما بقاوش نخبعوا شي المسؤوليه في واحد، راه كلشي تيتحمل المسؤوليه، من المكتب المسير، من المدرب، من اللاعبين، من الجمهور، كلشي تيتحمل المسؤوليه. كل الظروف هذا العام توفرات باش الفرقه تلعب على الطلوع، ماشي نوليو لاعبين على الطيوح. هذا الشيء راه لا يشرف الوداد الرياضي الفاسي. شتي الاحتجاجات كي كانت في المدرجات، الناس غير على الغليان، كانت ان ملعب الحسن الثاني اسطوره ديال الميادين وايقونه مدينه فاس، قريب جاي في وسط الملعب، راه بحال هكا ماتش واحد اخر كون كان الله يستر ديربي ولا شي حاجه، راه تقدر تكون كارثه خارج الملعب. انا اللي تنقول لك وتنتمنى هذا الميساج يوصل، خص الاسره دلواف تجلس، دابا ماشي وقت الغضب ان تجلس وتناقش، لان الحل حل بيد المسيرين، بيد الرئيس، بيد اللاعبين وبيد المدرب. اما الا بقينا هكا الله يستر في لافان دو موند، لافان دلاني نقدروا نطيحوا. راه شحال من واحد تيقول لك راه حنا مازالين بعد لي زادفيرسير اللي كنا كنقولوا غنلعبوا معاهم لا كونكورونس، راه هما الماس والمحمديه والراك. دابا ولينا لا كونكورونس هي سيدي قاسم وهي الحسيمه، وعندنا ماتشات صعاب، اما غادي ترجلوا معانا كاملين ولا يحطوا السويرتات كاملين. انا مازال تنقولها الاخوه راه غادي يشاطروني الراي، المسؤوليه كيتحملوها جميع فعاليات الوداد الرياضي الفاس. هاد السؤال انا كنت كنتمنى تطرحوا على الرئيس مباشره، راه هو طرحوا عليه لان هو المعني بالامر. الا كانوا البلافون ديالهم هو الدوزيام ديفيزيون الرتبه الثامنه، يحطوا سويرتات ويعطيو يشوفوا شي واحد اخر، لان حنايا في الاول العام قال لك الرئيس غنلعبوا على الطلوع وتوفرت جميع الظروف باش نلعبوا على الطلوع. خص المحاسبه، المحاسبه للعابه والمدرب والمكتب وكل شيء خصو يتحاسب، لان توصل للدوره 20 ولا 21 وانت ب 10 بوان ولا 11 بوان ديكار على 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 بريمير بلاس، راه اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. الناس راه كيعرفونا الحمد لله، شاك سومير راه لعبنا في الجيره، لعبوا في موريتانيا ولا لعبوا في مالي غيلقاونا، والحمد لله كنمشيو كنشجعوا الفرقه، ما تنشجعوش اكس ولا ايكغيك، الواف ديال كل شيء راه ما ديال حتى شي واحد. والمحاسبه انا ماشي هذا السؤال كنت كنتمناك تطرحوا على الرئيس ولا المكتب ديالو، قول لهم الا هذا هو البلافون ديالكم يحطوا السويرتات. شنو نقول؟ Oh.